كيما شفتوا معايا لحقنا معايا شحال من كونت حل هنايا، حل واحد في امريكان ولا تاني في امريكان، جوج في يونايتد كينجدوم والاخرين في المغرب. لاحظوا معايا شحال من واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي طلبوه مني بزاف ديال الناس، سواء عن طريق التعليقات سواء عن طريق الميساجات اللي كيوصلوني في انستغرام بخصوص هذا الفيديو. هذا غنشرح لكم ان شاء الله كيفاش تقدروا تحلوا بزاف ديال لي كونت ديال جوجل ادز في بي سي واحد وبطريقه واعره بزاف، عن طريق البروكسيات وعن طريق واحد البراوزر اونتي ديتكتيد براوزر، يعني ما يقدرش جوجل ولا شي حاجه تعرف عليك انك انت هذاك اللي حل بزاف ديال لي كونت. حيت الا تسد لي كونت واحد ومشيتي عاوتاني بغيتي تحل نفس الاكونت كونت اخر ديال جوجل ادز من نفس البي سي من نفس البراوزر من نفس الاي بي، فراه جوجل مباشره غادي يسدك داك الكونت معاه، غادي تصاوب وغادي تعذب فيه، غادي تسد لك مباشره. الحل ديال هذا المشكل هذا كاين في هذا الفيديو، نوريكم فين تحلو فين تقدر تحلو بزاف ديال لي كونت، اكثر من 10 ديال لي كونت مجانا. واللي بغا بطبيعة الحال كتر 50 100 كون يقدر يحلهم ويصاوبهم في نفس البي سي، يقدر يخلص ديك الساعة ويشري الباقة البريميوم ولا البلان بريميوم في البراوزر. المهم هذا الفيديو هذا شيق وعامر بالمعلومات والاستفادة، ما تنساوش دعمونا بلايك لهذا الفيديو. هذا بغينا ان شاء الله يوصل ل 1500 لايك، علاش لا؟ اكتبوا لنا بعض التعليق في اسفل الفيديو. والمسابقة اللي درنا في اخر الفيديو راه غنعلن الفائز قريبا ان شاء الله في الفيديو الجاي. بالنسبه للناس اللي خصهم شي حاجه شي بانيل شي بغا يصاوبو سيد، راه كاين النمره اسفل الفيديو ديال الرقم ديال انشاء متجر ولا شراء متجر، تلقاوها اسفل الفيديو. ادخلوا للسيت ديالنا ديال اي بي تي في تمبليت، راه تلقاو تما بزاف ديال لي تمبليت وبزاف ديال لي بانيلز وايضا حسابات ديال سترايب وبزاف الامور. غنخلي لكم اللينات اسفل الفيديو وجميع لي ليان اللي غنستعملوهم في هذا الفيديو ان شاء الله تلقاهم اسفل الفيديو، سواء ديال اي بي رويال سواء ديال دولفين، لاننا في هذا الفيديو غنخدمو ان شاء الله بدولفين و اي بي رويال. غنوريكم كيفاش تقدروا تدخلوا هاد الجوج هادو بيناتهم وتخدموا بهم بجوج. البراوزر اول حاجه غادي يعطيك براوزر ما تقدرش جوجل ولا شي حاجه تكتشفك انك نتايا، تقدر تخدم بويندوز 11 بويندوز 10 اللي بغيتي، وتخدم بروكسي باش تختار الدوله ولا البلاد اللي بغيتي، ايضا بروكسي قوي بزاف. المهم باش ما نحرقش عليكم المراحل خليكم تتابعوا هذا الفيديو هذا، وباش ما نطولش عليكم يلا نبداو على بركه الله. السلام عليكم الاصدقاء، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا وغادي نديروا واحد الشرح مفصل على اي بي رويال اند دولفين وانتي ديتكتيد براوزر. اليوم ان شاء الله غادي نشرحوهم كاملين، لانه بزاف ديال الناس كيجيو يسولوني سواء في التعليقات سواء في انستغرام. بالمناسبه انستغرام ديالي تلقاو في اسفل الفيديو، كيسولوني على اي بي رويال والبراوزر ديال دولفين كيفاش يخدموا بهم وشنو هو الدور ديالهم في هذا المجال ديال اي بي سي في. عندهم واحد الدور كبير بزاف. قبل ما نبداو في الشرح ما تنساوش دعمونا بلايك الفيديو ودخلوا تفرجوا في اخر فيديو في القناه اللي هو هذا ديال 2500 دولار في 20 يوم، فيديو واعر كنصحكم تفرجوا فيه اللي مازال ما تفرج فيه. المهم هادو بعض الارباح اللي جاوا من بعد الفيديو كيمشوا معايا. المهم الان غادي نحاولوا نشرحوا لكم هاد اي بي رويال ودولفين وكيفاش تخدموا بهم. بالنسبه للدور ديالهم كيتجلى في انه تقدر تحل بزاف ديال قبل ما تدخل دولفين، تقدر تحل بزاف ديال لي براوزر في بزاف ديال المتصفحات في متصفح واحد. يعني مثلا نقدر نحل بزاف بحال هكشي بزاف ديال البيسيات في بي سي واحد، ماشي في بي اس ولكن حاجه اخرى، يعني عباره عن براوزر واش فهمت، كيخدم باي بي. يعني هاد الاي بي رويال كنشريو منو الاي بي ديال اي دوله بغينا، يونايتد ستيت، يونايتد كينغدوم، موروكو، اي دوله بغيتي كتشري من الاي بي ديالها من هنايا وكتمشي تربطو مباشره مع هاد البراوزر هذا كما غادي تشوفوا معايا في الان في الفيديو، وكتبدا تخدم به وكتحل فيه كونتات جوجل ادز، تحل فيه كونتات فيسبوك، يعني تقدر تحل فيه اكثر من 10 ديال لي كونت فابور ديال فيسبوك ولا ديال جوجل ادز. ومورا هذيك الساعه الا بغيتي المزيد ممكن تخلص ودير اشتراك مع البراوزر وتقدر تخلص ديك الساعه. انا نوريكم كيفاش كيخدم اي بي رويال. هو الاول اي بي رويال كيما انا مشينا هنايا رويال ريزيدنس ديال كيما شفتوا معايا هنايا، هتلقى عندي مثلا دابا 0 ميجا 0 جيجا و 0 ميجا كيما شفتوا معايا ميجا بايت، لانه استهلكت جميع الجيجات اللي عندي. هذا كتشري منه جيجا، يعني كتشري منه مثلا 1 جيجا ولا 2 جيجا ولا 3 جيجا. منين كتشريها كتعطيك الحق في الاي بيات ديال اي دوله بغيتي، مثلا مروكو هي
نقدر ناخذ البروكسي كما نشوفوا مع البروكسي ديال المروكو، وهو ناخذه غادي نمشي نخدم به في البراوزر اللي غادي اللي هو دولفين، غادي نمشي نحط فيه هذا البروكسي هذا ونخدم بالاي بي ديال الدوله ديال المروكو. نقدر نديرها بزاف المرات، مره جوج ثلاثه اربعه، كل مره نختار مدينه ولا دوله. مثلا هنا مروكو نختار هنايا مثلا اكادير ولا ايتم الاول ولا شي حاجه بحال هكا ولا جديده مثلا، نخدم مثلا جديده كون نحلو في الرباط، كون في كازا، وهي غاديه يعني بزاف لي بروكسي. هذا الاي بي رويال كيخدم بالجيجات كما قلت لكم، هو عطيك الحق دير عدد البروكسيات اللي بغيتي، البروكسيات اللي بغيتي خدم بيهم. غير هو هنايا عندك جيجا كتبقى كتستهلك فيها، بحال كونيكسيون مي كتشارجي 10 دراهم، كونيكسيون 1 جيجا كتبقى تستهلك فيها، انت كتسالي بحال هكا اي بي رويال كتشارجي في جيجا وخدم هاد البروكسيات تتسالي لك ديك جيجا ولا 2 جيجا ولا 3 جيجا اللي بغيتي نتايا. كنتمنى الفكرة تكون واضحة. لكن باش كيخدم هذا البروكسي هذا غادي خصك تحطو في شي براوزر، البراوزر اللي نحطوه فيه هو هذا اللي هو دولفين. اول حاجه غنوريكم كيفاش تحلو كونت في هذا اي بي رويال، وكيفاش تشارجيو الكونت ديالكم وتحطو فيه الفلوس بطبيعه الحال وتشارجيو جيجا مثلا ولا 2 جيجا. اول حاجه غضغط على الرابط اللي تلقى اسفل الفيديو، غتلقاه هنايا كيما شفتوا معايا، الروابط كاين اسفل الفيديو ديما. مثلا هنايا هو البراوزر ديال دولفين هاليان ديالو، وهنايا فين هو اي بي رويال. ما حطيتش لكم اي بي رويال في هذا الفيديو هذا، لكن غتلقاوه اسفل الفيديو بطبيعه الحال. المهم بعد ما تضغط على اللين اسفل الفيديو غيديك لهاد الباج، غدير كرييت اكونت. هذا الشيء ساهل، ما كاين لاش نتعطلوا فيه، ندوزو عليه مرور الكرام. دير الفيرست نيم واللاست نيم، وهنا غدير الايميل ديالك، ودير هنا الرقم ديال الدوله، كتب هنا مروكو غتخرج لك ها هي، ودير النمره ديال المغرب ديالك، ودير الكود ديال ساين اب. صافي، من بعد ما تصاوب الكونت غادي يصيفطوا لك ميساج في الايميل ديالك وتفعل الحساب ديالك. الان غادي نشوف كيفاش غادي تشارجي الكونت. غتمشي لهاد الخانه هادي اللي هي رويال ريزيدونسيال، غنديرو كرييت نيو اوردر هنا باش ما شريتي بزاف كيكون تخفيض. هما عاطيني هنايا 10 جيجا، انا مثلا باغي 2 جيجا، غنشريها ب 11.90 دولار. نديرو باي ناو على هاد الشكل هذا. المهم بالنسبة عفوا علاش طلعوا لي 29؟ المهم غادي نعاود نموديفي الاوردر كيما شفتوا معايا على هاد الشكل هذا. غنديرو غير 2 جيجا اللي باغيين، حنا ما باغيش 5 جيجا، باغيين 2 جيجا. نديرو باي ناو هنايا. بالنسبة للكريديت كارد دابا ما خداماش عندهم، ما عرفش عندهم شي مشكل، كاين الكريبتو ولكن تقدر تخلص بالكريديت كارد عن طريق الباي بال، هي اللي غادي نديرو حاليا. غنديرو كومبليت اوردر بعد ما نختار باي بال هنايا، باش نوريكم بطبيعة الحال كيفاش غتخدمو بيه. هنايا غادي نخليوها مروكو، غادي نخليو الايميل هو هو. الا درتي شي دولة اخرى بحال يونايتد كينغدوم راه غيزيدو عليك هنايا الفات. نديرو هنايا كونتينيو على هاد الشكل هذا. انا غادي ندير لاكارت ديالنا ديال البنكة، غندخلوها هنايا، ندخل المعلومات ديالها بطبيعة الحال. هنا غادي نديرو الكود ديال لاكارت مونكير ديالنا، نضغطو على باينا، وها هو الان العملية تتم بنجاح. وخلي نخلصو ان شاء الله كيما غادي تشوفو معايا، نشوفو واش غيتخلص داكشي ولا لا. غادي نخلص بلاكارت ديال وايز، ها هو الاوردر تم بنجاح كيما شفتو معايا، داكشي خفيف ظريف دغيا تقضى الغرض. دابا هما هزو ليا كيما شفتو معايا 11.90 دولار. صافي، الان غادي تكون عندي هنايا 2 جيجا كيما شفتو معايا، الان راه نقدر نخدم بها مباشره. كيما شفتو معايا لاحظوا معايا شحال كونت حل هنايا، حل واحد في امريكان ولا الثاني في امريكان، جوج في يونايتد كينغدوم، والاخرين في المغرب. لاحظوا معايا شحال من واحد وواحد في روسيا، حل بزاف ديال لي كونت، 10 ديال لي كونت كيما شفتو معايا حلهم. من بعد هنايا راه كاين واحد البرومو كود تقدر ديرو، هذا راه نخليه لكم اسفل الفيديو، تنقص لكم 20% الا بغيتي تزيد لي بروفايل، تشري مازال بروفايل بزاف، ما الا ما كافيكش هاد 10 هادي ديال لي كونت. كيما شفتو معايا هادو كاملين محلولين في ايبيات لي مختلفين على بعضياتهم، وفي بيسيات ولا كاين اللي فيه ويندوز 10، كاين اللي فيه ويندوز 11، كاين اللي فيه شحال من حاجه مختلفه. باش دير هادشي غادي تمشي للين اللي غتلقى اسفل الفيديو ديال دولفين. هنايا غادي دير ساين اب، وغادي تصاوب كونت ديالك في دولفين كيما تشوفوا معايا حاليا. هنايا غادي دير الايميل ديالك والكود، غادي دير تيليجرام
كيما شفتوا معايا دير هنا التليجرام ديالك، وهنا غادي دير البرومو كود. البرومو كود ديالنا ناقص 20% بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو. طبعا ما عندكش الفلوس تقدر تكتفي ب 10 ديال ليكم. غتمشي هنا للداونلود على هذا الشكل هذا باش تقدر تشارجي البراوزر ديال دولفين. تقدر تشارجيه في الويندوز، في الماك، في لينكس، ما كيهمش. انا ديجا عندي هنايا صافي غير 126 ميجا كيما شفتوا معايا. صافي من بعد ما تشارجي غادي تحلو، غادير فيه الكونت ديالك. يعني ملي غتدخل ليه غيطلبو منك الكونت. لاحظوا معايا هو الكونت ديالي انا هنايا كيما شفتوا معايا. غادي يطلبوا منك تدخل الايميل والكود باش تسجلتي. دابا غادي نوريكم واحد المثال. مثلا نمشيو هنايا لهاد اليو اس اي 2 نحلو. مثلا بعد ما شارجينا 2 جيجا، الا ما مشارجيش راه ما يتحلش لك. واخا ضغط على ستارت ما يخدمش. هو الان غادي يتحل. لاحظوا معايا هو كيكون ثقيل شويه، ولكن راه يا سلام. راه هو باش كنت خدام على اي بي تي في، يعني الا سدوا لك شي كونت غتمشي تحل فيه هنايا كونت اخر في هاد من هاد البلاصه هادي، يعني من البراوزر ديال دولفين عن طريق البروكسي ديال اي بي رويال باش ما يتسدش لك. اما الا حليتي الا سدوا لك كونت وحليتيه في نفس البي سي، حليتي كونت اخر غيتسد مباشره كما تشوفوا معايا. كما شفتوا معايا هو تحل الان. ها هو الكون ديال جوجل ادس محلول هنايا في هذا الاي بي ديال امريكان. كما شفتوا معايا محلولو الجيميل ديالو باي بي اخر. مثلا هنايا غادي نمشيو لجوجل، غادي نكتبو مثلا ماي اي بي على هذا الشكل هذا باش نشوفو الادريس ديالنا فين كاين حاليا. كما غتشوفوا معايا لاحظوا معايا هنايا الاي بي ديالنا فين كاينه. كاين في واشنطن يونايتد ستيت، يعني في امريكان. فاش نحلو هاد الكونت هذا، ها هو الكونت راه خدام بيه بخير. وشحال من كونت راه خدمنا به مزيان عن طريق الاي بي فقط. دابا من بعد ما وريتكم الميتر غنوريكم كيفاش ديروا هاد الشيء نتوما. من بعد ما تشارجيو بطبيعه الحال، من بعد ما تشارجيو الجيجات في اي بي رويال، ومن بعد ما تشارجيو البراوزر، اول حاجه غادي تجي هنايا لهاد رويال ريزيدونسيال كيما شفتوا معايا. هنجي هنايا لهبط الاسفل تختار الدوله. مثلا نختار هنا مروكو. مثلا هنا غنختار انايا مثلا بوسكور على هذا الشكل هذا. غادي نخليوها سوق 5 خدامه مزيان. سوق 5 السرعه ديالها مزيانه. غادي نجيو هنايا غادي نكوبيو هذا الليان كيما شفتوا معايا. غادي نمشي للبراوزر ديال دولفين. مثلا انا راه فايته 10 هنايا. غادي نمسح شي واحد بطبيعه الحال، نشوف شي واحد ما خدامش بيه غادي نمسحو. هنايا غادي نديرو هاد البلوس هادي اللي كاينه الفوق اللي هي كرييت بروفايل. هنا غنديرو في السميه مثلا نديرو مروكو. غادي ندير ويندوز 10. من الافضل ديال المواصفات يكونوا قراب الحساب ديالك الجهاز ديالك. هنا غادي نديرو جوجل على هاد الشكل هذا، ولا خليها نو اللي عجبك انت. المهم انا بغيت ندير جوجل. هنا غنديرو سوك 5. غنحطو البروكسي هنايا كيما شفتو معايا. نضغطو على جوج اسهم باش يتشيكي لنا الكونيكسيون. ها هي باش يتشيكي بطبيعة الحال. ها هي كيما شفتو معايا هنايا كازا بلونكا ستاد، لان بوسكورا كاينة في هاد البلاصة هادي. صافي هنايا الان عندك شي كوكيز ديال شي كونت شريتي ديال فيسبوك ولا جوجل، تقدر تزيدهم هنايا يتحل مباشرة. ندير هنايا كرييت على هاد الشكل هذا كيما شفتو معايا هنايا روكو. انا غادي نضغطو على الاسهم هنايا باش يبان لينا هنايا اللوغو انه خدام مزيان. غنضغطو على ستارت على هذا الشكل هذا كيما شفتو معايا، وغادي تحل مباشره. شحال من مره خدمت لكم هذا البروكسي هذا وبهذا البراوزر هذا، لكن بزاف ديال الناس ما عرفوش الطريقه باش كنخدموه. يعني مشيت مثلا لجوجل، ها هي خدامه. نقدر هنا نصاوب فيه جيميل، نقدر نصاوب فيه جيميل جديد مثلا. ونقدر ايضا ندير انشاء حساب بلاتي ونصوب فيه جيميل جديد، ونقدر نحل به كونت ديال جوجل ادس جديد بطبيعه الحال. داكشي اللي غندير مورا الفيديو هذا، غنصوب واحد الكونت جديد ديال جوجل المغربي وغادي نوارميه. من الافضل انك دير كونت مغربي، لانك تدخل اصلا معلومات مغربيه الى لقاوهم غير متطابقه. يعني مثلا انت حل كونت في امريكان، حل كونت امريكاني ومدخل لهم كارت بونكير مغربيه، راه غادي تسد لك مباشره. خاصك شي يكون مناسب ومتناسق. المهم نديرو هنايا ذكر على هذا الشكل هذا وصافي. هذه هي الطريقه باش تقدروا تخدموا. طريقه بسيطه وسهله. ها هو جيميل جديد غنصوبو قدامكم ونحلو به كونت ديال جوجل ادس. مثلا هنايا نديرو كلمه المرور
كيما شفتوا معايا هنا يطلبوا مني الرقم، بعض المرات راه ما كيطلبوش منكم الرقم كاع ديال الهاتف، وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، بس واش دعمونا بلايك الفيديو، بغيت هذا الفيديو هذا ان شاء الله يوصل 1500 لايك باش نجيب لكم فيديوهات قادمه، وكتبوا لي السلسله اللي بغيتوا نخدموا عليها في الفيديوهات الجايه. ومع السلامه، نشوفكم في الفيديو القادم.